في المحطة الثانية مع الكونفدرالية مباشرة الهلال الأبيض مع سموحة المصري ريكرياتيفو ليبولو الكنغولي زيسكو الزامبي. هذه هي المجموعة اللي يحسبها الجميع أنها مجموعة متوازنة، وبإمكان هلال الأبيض التأهل إن شاء الله من خلال هذه المجموعة. لابد من الإعداد الجيد والاستعداد الجيد لفريق فجر المفاجآت. وصفت منصة الاتحاد الأفريقي الهلال الأبيض بأنه دعا نفسه لمائدة الكبار في الكونفدرالية، استحق الوقوف واستحق أيضا الوصول لهذا الدور، وإن شاء الله مكمل هلال التبلدي حتى نهاية المشوار.